في وكالة شنخوا الصينية نقرأ خبراً عن اعتزام السفارة الأمريكية لدى اليمن تسريح معظم موظفيها اليمنيين والإبقاء على عدد محدود فقط. الوكالة أضافت أن السفارة رأت أنه من غير الممكن الاستمرار في دفع مرتبات هؤلاء الموظفين في ظل استمرار إغلاق السفارة بصنعاء منذ فترة طويلة. وبحسب الوكالة فالسفارة الأمريكية تنوي تسريح وإيقاف مرتبات نحو 70 موظفا من أصل نحو 100 موظف محلي ابتداء من الشهر المقبل. لفتت الوكالة إلى أن الموظفين الذين تعتزم السفارة الأمريكية تسريحهم لا يعملون حتى اللحظة بهذا القرار، وأن القرار سيشكل أو لا يعلمون وسيشكل هذا القرار صدمة كبيرة لهؤلاء الموظفين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المرتبات التي يتسلمونها من قبل السفارة.